هذه بنرجع فيها الحين ونطيرها على المنظر هذا. شوف المنظر شلون. اول شيء لازم نسويه انك نزل الفلاب، عشان الفلاب لما يجي الهواء ينقسم الاثنين والهواء اللي تحت يضغط الطيارة على فوق. طبعا تخليني اسوق اذا طارت اكيد صح؟ ايوه بس لو ضيعتها ماني دخل فيه. لا يعني بركن. اوكي يلا على قدام. ايوه الله 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 الطيارة تحلق في كل الاتجاهات. استنى عشان اللاندنج أصعب شيء. أيوة. إلى اللانهائية وما بعدها. الطيارة سريعة وقوية وصوتها كأنها طيارة حقيقية. اول تجربه لي بحياتي طاحت. شويه لا بشرك سليمين، هذا الكابتن ياشر والطيبه سعود. شكلك مالك في الطيران. ما اصفر ابدا، اعرف اركب طياره. قلت لك اني كنت بكون فايتر بايلوت يوم من الايام. لا والله بس انصحك، لانه انا بالنسبه لي اعرف اركب مقعد 42 سي 15 دي هذا. وتحط الحزام. ايش اهم شيء في الطياره؟ ربط الحزام. كالعاده انا وسعود مغامرتنا في جيزان باذن الله تعجبكم، واللي جاي دائما احلى.